هودي الحراتيق اللي انا بدوبهم. يلا امير. شو هالحكي يا بنتي؟ انت ست حلوة وصبية والحياة قدامك وصحتك منيحة والحمد لله جوزك وابنك بألف خير. يا حبيبتي انت ما ناقصك شي، عايشة بالنعيم، شو بتتركي لغيرك يعني؟ بدك تخلي موت بنت عمتك يأسك؟ هيدي مشيئة الله، مفروض تكملي حياتك مبسوطة وسعيدة. سعيدة؟ تعرفي؟ صار لي سنين عم بمروا على السعادة ما عم بلاقيها. يا حبيبتي ما كلنا عم نبرم على السعادة، منقضي سنين وسنين من حياتنا عم نبرم عليها، وهيك نلاقيها وهيك ما نلاقيها، بس على القليلة منفتش عليها نحن وعم نضحك، نحن ومبسوطين، الحياة حلوة. تعبانة ما اجيت اتناقش مع حدا. طلعي ارتاحي بأوضتك إذا تعبانة. لا مش تعبانة. بحب اقعد هون اذا مش مضايقتك. تعال فوت هون. وين بتضيعني بتلاقيني هون؟ وهودي المعادن اللي قلت لك بشتغل فيهم، بغيرهم وبظبطهم، بس اكثر شيء هالفتره عم بركز على اللوحات. يعني هيدي امبارح بالليل خلصتها. بحب كثير الالوان الترابيه اذا بتلاحظ، وهيكني والازرق والسما. هلا عادي حسيتك ما حبيت لوحات. لا عادي عادي، في كثير ناس ما بتحب الرسم. لا لا بالعكس، كثير حلو الالوان، كثير حلوه، في حركه، في شكلك مش حابب. لا بالعكس مزوي، عم بحب الاحساس اللي فيها، الحركه حلو. يعني بابا مثل العاده بدي هنيك على ذوقك، بيت رائع بجنن. الحقيقة أنا اللي لفت لي نظري أول شيء هو الفينساج تبعه، بعدين هالمطرح اللي هو فيه هيك هادي ورايق. بس عن جد بدك تسجله باسم زينة؟ ليش لا يعني؟ عندك مانع؟ رح تقلها؟ بطبيعة الحال أنا ضد هالمشروع بابا، يعني بفضل لو تكتب هالبيت باسم أمي بعد عمرًا طويل ترجع ملكيته لزينة بيكون أحسن. بتعرف ليش؟ ليه حبيبي؟ لأنه زينة مجنونة بأفكارها وجريئة، وبس تعرف أنه هيك بيت صار باسمها يمكن تحول قسم كبير منه لأتوليه. ما أنا سبق وقلت لها وما خبت عني أبدا، قال لها حتحول قسم لأتوليه. طبعا يعني هيدي البنت الجريئة بعدين بتصير عايشة هون لوحدها، أتوليه لإلها، بتتأخر بالشغل، بتنام هون لوحدها، يعني مش منيحة بابا. يعني أنت ما بترضى هيك، بترضى؟ لا طبعا ما برضى، بس زينة رغم اللي عم بتقوله عنها وعن جنونها وفنها وإلى آخره، زينة بنت عاقلة وبتعرف شو لازم تعمل. صح. هشام بتعرف أني بشكر الله وفيني تعبي بتربيتكم، وبصورة خاصة أنت، أنت استمراريتي بالحياة، الله يخلي ليك. بابا كل عمري ناطر اسمع هالكلمة منك. أنا أكتر إنسان مبسوط بالدنيا هلأ لأني أنا بدي أكون استمراريتك. الله يطول بأمرك ويفرحك بيحيى جونيور. إيه بدي أسألك بخصوص هيدا المهندس اللي قابلناه، ممكن نستفيد منه منشان المعدات الجديدة اللي اشتريناها؟ بابا كرمال هيك أنا قلت بدي أدرس ملفه، كل همي هلأ نشوف المعدات الجديدة إذا بيساعدنا فيها. أساساً أنا ما راح أخذ ولا قرار إلا ما أرجع لك. تسلم لي، تسلم لي يا هشام.
يلا. عصام وينك يا زلمة؟ وينك؟ صار لي فترة عم دق لك، خطك مسكر على طول ليه؟ ايه وإذا مسافر ليش أنت خطك مش رومينج؟ لا أنا ما عم برد على تليفوناتي، معصبة ومتضايقة كثير وما بدي أحكي مع الناس. أنت عرفت شو صار مع جهاد أكيد. بتعرف وينه؟ معقول؟ ما جهاد ما بيقطع خيط قطن من دون علمك، كيف ما بتعرف؟ طيب أنا عند أمير بالبيت، تعال عندي بدي أشوفك. باي. الو، ايه عايزة؟ في شي جديد؟ لا بس هلا حكيني عصام صاحبه لجهة عصام الاسمر. ايه عال فتح خطه؟ قال لك شي؟ فهمتي منه شي؟ لا ما بيعرف شي، بس هو جاي هلا لعنا على البيت. تعي وينك؟ ليش عم تلهتي هيك؟ مرت عمي ما بيسوى تتعبي، تعي على البيت بسرعة يلا. طيب طيب يا حبيبتي، طيب هلا برجع، بس ليكي هيدا لازم يعرف كل شيء. طيب 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 أنا راجعة، يلا باي. لك ظاهرة مثل العادة، وإلا بشوف البوابة منزوعة، ولك بحياتها ما خربت. خلص خلص بنخليها لغير مرة. أوكي حبيبتي خلص بوعدك، يلا باي. شو بلشنا؟ إيه مدام بلشنا. يلا يعطيك العافية. الله يعافيكي مدام. فريد حط لي سيارة بالجراج وطلع الأغراض على البيت، أنا رايحة أعملكم شي تشربوه. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. لا أنا مش نسيكي، أنت نسيتيني. إيه بعرف إنه حضرتك زعلانة كثير على قرابتك اللي ماتت. شو عرفك بهالقصة أنت؟ لا بس سمعت استاذ هشام عم بيحكي انا بالمكتب. واضح كمان انه ماني كثير مرتاحه. كل هيدا صار واضح بنظرك دقيقتين؟ شو شاطر؟ أنا صار لي سنين عم جرب أوضح لهم بعد ما وصلت لنتيجة. يعطيك العافية.
إذا سألوا عني أنا عم جيب غرض عايزه في الأتليه. الو، ايه هشام؟ يا حوان كان عم ظبط الباب. مرحبا. اهلا عصام، فوت. كيفك عايدة؟ شو كيفني؟ بأحسن حالاتي. مرت عمي رح تموت من الخوف على ابنها. يا حي تمشي بهالطرقات داشرة مثل واحد عم بفتش على خياله. وأمير رح هو بمصر رح يفتش على بيو. مندق له مسكر كل خطوطه، ما عم نعرف عنه شيء. وأمير خايف كتير على بيو ليكون عامل بحاله شيء لأنه مفلس، إنه رح يفتش عليه بمصر مثل عم بفتش على إبري بكومة قش. أنا مصدوم عيدا. مصدوم؟ إنه أنت هلأ جاي تقلي إنك مصدوم وإنك ما بتعرف شي عن اللي صار مع جهاد؟ عرفت كل شي لما وصلت لهون، ما كان معي خبر بشي أبداً. عصام، يا أهلين يا حبيبي، يا أهلين. كيفك يا خالتي أم جهاد؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، شو حلو إني شوفك هون يا حبيبي. أنت من ريحة جهاد يا ماما. مش الهيئة. شو هو اللي مش الهيئة؟ مش الهيئة إنه بعده من ريحة جهاد، لأنه جاي يقول لنا إنه هو ما بيعرف شيء عنه لجهاد وناطر منا نصدقه كمان. ممكن تعملي لنا فنجان قهوة لحتى نقعد ونحكي. تكرم عينك عصام. دخيلك يا ابني، إذا بتعرف شيء عن جهاد قل لي. وحياتك يا خالتي، بعرف شوية أخبار رح أقول لكم إياها، بس لما تجي عايدة.
جرب لي اياه عمر معروف. بعده عم بعلي؟ ايه. صدقوني كل شيء عم بقلكن اياه مزبوط. صلوا من فترة على الحالة. إذا ما بدق له ما بدق لي. جهادي اللي كان كل يوم يومين يحكيني أو أحكيه. كنا دايما نحكي نضحك. أوقات كتير كان يجي لعندي على دبي ونتسلى سوا. أنتو بتعرفوا علاقتي بجهاد، صحيح إنه كان أستاذي وأكبر مني بس كان مثل خيي. طب لما كان يرد عليك شو كان يحكيك؟ كان مش منيح. مش منيح ابدا. اول فتره ضل شي 15 يوم ما يرد علي. بعدين في مره رد. سالته يا زلمه وينك؟ رد علي بصوت تعبان. ما عجبني ابدا. بعدين يوم عن يوم احكي معه. والصوت لأسوأ. بعدين صرت اتصل فيه كل تليفوناته مسكرة. لما جيت وعرفت انه باع كل شيء بيملكه ما عدت عرفت شيء عنه ابدا. يد اللي ما يكون صار له شيء. لا خالتي لا، في شيء واحد خليني انه اطمن. شو؟ جرب لي هلا. جرب سكرها. افتح. فريد لو سمحت بس رد الغطا. لما في شقة صغيرة كان بيملكها بهولندا، أكيد أنتو ما بتعرفوا عنها شيء مش هيك؟ غير الشقة اللي بنعرفها يعني؟ إيه غير الشقة اللي بتعرفوها. وما دام انباعت معناتها هو اللي باعها، يعني بعده عايش. إلا إذا كان كتبها لحدا. ما بعرف. شو قصدك عصام؟ شو عم تخبرنا؟ ماشي عايدة، بس عم بقول متى انباع البيت معناتها بعده عايش. أو إذا كان كاتب البيت لحدا ما بعرف. يمكن يكون البيت مش لإله وأنت مش عارف. لا خالتي، لإله. لما رحت على هولندا بالصدفة هو كان هونيك. رحت لعنده على البيت. كان عنده هيك شقة صغيرة مهضومة. كان لحاله بالبيت. مش عبول كان معه حدا. لحتى كمان ما تسأليني شو بقصد. أنا باقي بلبنان. إذا عرفت أي شيء خبرني. وأنت كمان إذا عرفت أي شيء خبرني. إن شاء الله. بالإذن. ما يسخني مرت عمي. فوتي تحممي. ما تخلي العرق ينشف عليكي. عايدة ما تفكري بالعاطل عن جهاد يا بنتي. جهاد طول عمره رجال آدمي. والغايب عذره معه. أكيد صاير معه شي مش منيح. إن شاء الله يكون كلامك مظبوط.
رامونا تعال عندي عوزتك. ما تركت له غير هاي. انه معها حق. شو هالديكتاتورية هيدا؟ اذا بيو العصبي بيشتغل بمعدة البناء يعني ما ضروري يطلع الولد كل العاب وجرافات وكميونات. شو هالغسيل المخ هيدا؟ اه والله ما بركي هشام ما خلف غير هالصبي. لمين بده يترك الشركه والشغل؟ لاولادك يا بيتهوفن عصرك؟ لا لاولادك انت يا بنت الترميم والقرون الوسطى والمخلوقات الغريبه عجيبه اللي عمرها مليار سنه. يا بنت لازم تشكريني. ما انا كل ليله بدعي لربنا بقول له يا رب لي الخير، بعد عن اختي ولاد الحرام والديناصورات. يا مخلوقه مجرستينا بالحي، ما مخيلة ديناصور يعتب عليكي. يا اهلا باستاذ امير، شو كيف كان الشغل؟ الحمد لله. عذبتك البوابه؟ ابدا هيني. مدام نور عطول هيك حزينة ووحيدة؟ يعني فيك تقول بأغلب الأحيان. لا شو بدك فيها؟ نور مرة ذكية ونشيطة بس حساسة شوية زيادة عن اللزوم. على فكرة أنا وياها كثير منتفق، بس المشكلة إنه ست زينة تنتمي إلى قبيلة بني إبراهيم، يعني بلا صغرى لعائلتنا. يعني إذا صار مشكل بالعائلة دغري بتصف مع أمها أو بيها أو خيها. نور بالنسبة لها مرة غريبة، كرمال هيك يعني ماشية بنظام قبلي. مظبوط هالحكي زينة؟ إنه عيب الوحدة تتحيز لعائلتها؟ إنه أكيد عيب لو قبلت بالغلط كرمال تدافع عن عائلتها. أنا بدي أقبل بالغلط؟ عيب عليك. وأنت أستاذ أمير مجوز ولا بعدك عزابة؟ لا أنا حالياً لا مرتبط ولا مجوز، هر طليق فري. يعني لكن استفيد قبل ما تفوت على الحبس. شو قصدك يعني الحب حبس؟ حبس بس خمس نجوم. وصف دقيق وصحيح. ما بعرف ليش مش عم بقدر خاف عليه لجهاد. عم بحقد عليه واتهمه بدل ما خاف عليه. هيدا الشيء بشع، لأنه يمكن يكون جهاد مظلوم أو يمكن يكون بخطر وبحاجة لإلي، وأنا بدل ما أتعاطف معه عم شك فيه. لك حتى مش عم بقدر أدعي له. هي أنت حبيبتي، أنت عايدة الغيورة والشكيكة. كل عمرك كنت هيك لما كان جوزك حدك. ليش بدك تتغيري لما جوزك هلأ مختفي؟ بالعكس هلأ الشك رح يأكلك أكتر لأنه القصة فيها غموض. ما بعرف شو عم بيصير رامونا، ولك حدا يفسر لي. فجأة هيك كل شيء يوقع على راسي بين ليل وضحاها من دون تفسير. معقول؟ ابنك سافر تا يعرف الحقيقة، رح يعرف شيء أكيد. روقي عايدة. كل يوم تجيني خبرية شكل، وكل خبرية بتزيد لي شكة أكثر من التاني. تعرفي عصام شو خبرني اليوم؟ تخيلي إنه جهاد عنده شقة بهولندا وأنا ما معي خبرها. طب كيف هيدا؟ مش ممكن. أنا بعرف بكل أموال جهاد بكل مصارف العالم، إنه كيف في يشتري شقة بهولندا ويصرف مبلغ هالقد كبير وانا ما اعرف؟ مش يمكن عصام عم بيكذب؟ وليش بده يكذب؟ انت ما بتعرفي شو جهاد وشو عصام مع بعض؟ يعني اعز الاصحاب مثل الاخوه. شو طلع له من كل هالقصه؟ انه ليش لحتى يشوه له صورته قدامي؟ معقول انت رح فكرك لهونيك انه عصام بعده بيحبني؟ بس الظلم حرام، يمكن يكون جهاد بحاجة لمساعدتك. خلي نيتك صافية لكنت عرفت الحقيقة وبعدين بتحكمي مثل ما هو لازم. أنا بحبه لجهاد، بحبه كتير، بس ما بعرف ليش بزيت الوقت
بلومه وبقاصصه وبشك فيه. عايدة طولي بالك، ما فيك تعملي هيك بحالك، شو بك؟ إذا بعرف إنه جهاد عم بيخونني وعم يكذب علي بقتله وبقتل حالي. يا عيب شو عن جد هيك تركينك وحدك هون؟ لا بس استاذ هشام اتصل وقال صار واصل وحابب يحكي معي شوي. اوكي. انت خلاص رح تتوظف عند البابا؟ رح تعيش هون على طول؟ هلا ما بدي اتوظف، في شغل ممكن بلش فيه بدون وظيفه ثابته، تشوف اذا بقدر اعيش هون او لا، واذا حسيت انه قادر اعيش هون يا بتوظف يا برجع على لبنان. الحياه حلوه هون، يعني اذا عشت هون رح تكون مبسوط. العيش حلوه مطرح ما بنكون مبسوطين ومرتاحين وحاسين بالامان. العيش حلوه مطرح ما بنحس وحيدين ولحالنا. بس هون كمان الناس حلوه ومهضومه، يعني اذا عشت هون رح اكيد تعمل صداقات حلوه ومتينه ان شاء الله. يعني قاعد وحدك وما شربناك شيء؟ لا اكيد حلو. لا 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 بليز ما بدي شيء. عصير؟ لا بليز. لا واضح انه بتحبي شغلك كثير، ترميم شغل صعب بس حلو، حلو للي بحبه وبحب الماضي، بحب يحافظ على الماضي والذكريات. انت ما بتحب الماضي والذكريات؟ انا بخاف من الماضي وبكره الذكريات، لانه بس نفكر بالماضي على طول بنحزن. اذا كانت الذكريات بشعة بنحزن، واذا كانت حلوة كمان بنحزن لانها خلصت. انا بحب الحاضر وبشتغل انه الحاضر على طول يكون منيح. انا بحب الماضي ووفية لإله وبآمن انه هو الاساس، يعني لو ما كان في ماضي نحن مش موجودين هلا. غريب تفكيرك، انا ولا مره فكرت هيك، بس بكل الاحوال شغلك حلو، في اصاله وفي حنين. انا بقول لك يعطيك العافيه وبرافو، انت بنت مميزه ما بتشبه البنات من عمرك. مرسي. إن شاء الله تقدر تأقلم هون وتكون مبسوط. أنا مأكدة إنه رح يصير عندك أصحاب وما رح تحس بالوحدة. إن شاء الله. على كل حال الحياة مبينة حلوة هون. والناس حلوين كمان. قبل ما توصلي كنت عم شوف مدام نور. قلت اف غريب كيف تغيرت وقت وصل ابنها من المدرسه، تغير وجهها عيونها تغيرت كلها سوا. سوري ما بدي تحسي حالك مجبوره تقعدي معها هون، بليز خدي راحتك. طيب عن اذنك انا شوي وبرجع. هاي شو حبيبي مش المهندس؟ لا بعده هون قال ناطر هشام. بس كنت جاي اقول لك عن نور. شو بها؟ ليه هيك صايره بتتصرف بقلة احترام مع الناس؟ يعني هذا مهندس جاي من الشركه هيك بتكش بوجهه؟ بعدين هي اذا زعلانه على موت بنت عمتها نحن شو خصنا؟ زينه القصه منا قصه انه زعلانه على بنت عمتها، خبريه اكثر من هيك بكثير. نور مره وحيده وتعيسه ما عم تقدر تتأقلم مع المحيط اللي عايشة فيه. بتعرفي ليش؟ لأنه هي ما بتحب جوزها ولا جوزها بحبها. صدقيني هذا هو السبب. إيدك شو عم تعملي؟ بعدها ما خربتي لي إياهم. زينة ما عندي غيرهم، هو بدي اتصلي. طب بدي اتصلى. صلي برا، روحي تصلي بأسريتك، شو بدك فيني؟
كيفك؟ يا هلا. شو مشي حالك؟ هي تصلحت البوابة. وينه المهندس؟ خلص من زمان ناطرك. يا اهلا، يا اهلا بالمهندس امير. اهلا استاذ. كيفك؟ الحمد لله. تفضل تفضل. خلينا نحكي بالشغل، تفضل. مرحبا تيتا. اهلا وسهلا. بدك ساعدك بشي؟ لا يا ماما، بتحزنين. وين ماما؟ والله ظهرت شوي ما بعرف، بس احذري شو صار. اجى عصام رفيقه لبيك، سأل ما بيعرف شي عنه. شو هالحكي؟ لا في أحلى من هيك. جاي يخبر عن بيك، قال عنده شقة وعم بفوت عليها أشكال وألوان. كتر حكي. تيتا، أنا صار لي من وقتها ما صارت معنا الخبرية واختفى البابا وراسي عم يشتغل. بعرف أنه أنت بتعرفي كل أسرار البابا. في شي خبرية بتعرفيها نحنا ما بنعرفها؟ في شي سر مخبيتيه عنا؟ قولي قولي تيتا بشرفك، الماما مش هون. شو هالحكي هيدا؟ شو قصدك يعني؟ انه ما بقصد شي يعني، بس انه عندك فكرة شي اذا البابا مغروم بشي وحدة غير الماما وترك كل شي ورايح معها؟ شو هالحكي هيدا؟ بيك رجال آدمي كل عمره ما بيعمل هيك اشياء. اكيد انه ما عرفتي شيء يعني وين رحت الماما؟ شو عرفني؟ لا هلا بتجي. وين بدها تروح؟ بيشتغل بالمعدات اللي اصلا خبرني عنه الاستاذ شهاب خليل، وقال لي انه مضروبه ويمكن ما بتتصلح. بيشتغل وبصلح، واذا انتم عجبكم شغلي وانا ارتحت بالعيشه هون ساعتها منتفق على الأوراق الرسمية وعلى الوظيفة الثابتة. خلينا نجرب بعض على فترة قصيرة، هيك أحسن بكثير. هيك هيك هالمعدات واقفة بأرضها وأنا رح أحاول. الفكرة حلوة وعجبتني. بيبقى شغلي واحدة إنه نتفق على الأتعاب. أتعابك يعني؟ مش مشكلة، أنا بصليح وأنتوا بتدفعوا لي لما بدكم، إنه عادي بدون صفة رسمية أو طريقة رسمية. حلو، يعني انت هيك بتشتغل من دون ما تضمن حقك؟ مش يمكن مثلا ناكل هالحق عليك؟ استاذ هشام انا بشتغل على القطعه، كل ما صلح قطعه بتحاسبوني عليها. هيك انتو بتشوفوا شغلي وانا بضمن انه ما بتاكلوا لي حقي. حبيتها منك كتير هيدي، بتضمن انه ما بناكل حقك. للحقيقه يا مهندس امير، نحنا رجال عند حسن ظنك وما بحاجة لوراق وكونترايات. طيب لكن اتفقنا. على اعتبار انه المعدات تقريبا معطلة تعطيل تام يعني، وانت بتعرف هالشي، انا اشتريت الحقيقة من جهات خليل مباشرة، ففيك تبتدي تصلح مثل ما قلت قطع قطع، ونحن رح نستغل المعدات انه يا منبيع يا منأجر، وبالتالي كل الأمور بتمشي مثل ما لازم تمشي. طبعا. طيب وين المطرح؟ بكرة الصبح تعال على الشركة ونخلي الشوفير يوديك على البيحة اللي موجودين فيها الأغراض. أنت هيك بتشوفهم بتفحصهم بتقرر إذا بدك تشتغل فيك تبلش دغري. بس بيبقى أنه نتفق على أتعابك. أنا كل قطعة بشوف شو بدها وقديه بدها شغل، وعلى ضوئه بنسعر وبتدفعوا لي. منيحة؟ على كل حال كمان بأكد لك أنا إنك رح تكون راضي، نحن كرمة وواضح إنك بتستاهل. ممنونك أستاذ. طيب أنا رح أمشي وبشوفكم بكرة بالشركة. شكراً على مجيتك. أهلا وسهلا. رح خلي الشوفير يوديك. لا 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 ما في لزوم، أنا حابب أمشي شوي، حبيت المنطقة هون. أنا ببيروت بعمل كل يوم رياضة، فهلا بتمشى شوي. تفضل.
اهلا بورتي. شو فل المهندس؟ ساوى البوابه وفل مرتب هالشاب، هيئته ابن عيلة. ما رح تنطر السياره استاذ؟ لا حابب امشي شوي. هلا بيزعل استاذ يحيى؟ ولا يهمك، استاذ يحيى معه خبر. اوكي، مع السلامه. المهم يكون شغله منيح. نحن بالشركة بحاجة لهيك مهندسين. الشركة عم تكبر وعدد المهندسين عم يضل هو زيته.